نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الماراثون السنوي السادس للجمعية بمشاركة كافة أفراد المجتمع. اتصل الآن لا تتردد، بهذا الشعار انطلق الماراثون السنوي السادس الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل على امتداد شاطئ بحر الممزر وصولاً إلى دوار القصباء بالشارقة بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف الأعمار والجنسيات. فخورين وسعيدين بهذا التواجد وهذا التكاتف المجتمعي من جميع مؤسسات المجتمع في الماراثون السادس لمرضى التهاب المفاصل. لا تتردد، اتصل الآن. طبعاً الماراثون يحقق رؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظ الله ورعاها بتكاتف الجميع من أجل مرضى التهاب المفاصل وتشجيع المجتمع، جميع أفراد المجتمع على الحركة. التوعية بمرض التهاب المفاصل والتشجيع على ممارسة الرياضة من أهم أهداف الماراثون الذي أصبح من أهم الأحداث الرياضية والفعاليات المجتمعية التي تنظمها إمارة الشارقة ضمن جهودها لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من انتشار الأمراض المختلفة. حبيت أشارك بهالماراثون، حاب أطور نفسي وحاب أجرب أشياء جديدة وحاب أنصح كل حدا يجرب أشياء جديدة وممكن يفوز حتى لو مرحلة كبيرة مفوز، وأنا إن شاء الله بركض 2 كيلو. يأتي هذا الماراثون بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية في الإمارة كالقيادة العامة لشرطة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي الذين شاركوا في نجاح فعاليات الماراثون ومساندة المرضى ودعمهم مادياً ومعنوياً. للتوعية بمرض التهاب المفاصل وبمشاركة كافة أفراد المجتمع والمؤسسات انطلق الماراثون الثامن للتوعية بمرض التهاب المفاصل. لأخبار الدار هويد الشرقي الشارقة.